بيت ساكن مية ونور بمتين ألف، وجنبيها برضو أرض بخمسة واربعين ألف وبستين ألف. والنهاردة اللي ياخذ هنا جنب وحدة القرية ناجح ببلاش. عم عليكم، هشام من مركز سنة، معانا أرض هنا في القرية القرات على 120 قبل الوحدة وعلى طول استلام وقتي، ومعانا أرض برضو فوق في الجبل جنب النوبين مساكن، برضو القرات هناك عامل من 60 لمية، وهنا أرض زراعية ضرق حاليا، بس مساكن اللي قدام شوية للمستقبل. اللي عايز ياجي ياخذ أرض رقم التلفون حيبقى على الشاشة عنديكم، وتعالوا الأرض هنا نهاردة الجنيه حاليا ملوش أي لازمة، لكن في الأرض لي لازمة بين القراية وبين القرية كلها أرض حنفتح فيها مساكن. بيع القرات ب 120 ألف، واللي عاوز ياجي ياخذ نص فيه، قرات الا ربع فيه، قراتين فيه، خمس قراريط فيه، والقرات ب 120 ألف في المال حاليا، والتسليم وقتي، والتسليم وقتي. ومعانا أرض في النوبين، بيوت النوبين، بيت ساكن مية ونور ب 200 ألف، وجنبيها برضو أرض بخمسة واربعين ألف وبستين ألف، يعني كل حاجة مكان ماسكة نفسه. والنهاردة اللي ياخذ هنا جنب وحدة القرية ناجح ببلاش، زي ما كانت الجوايدة والجوايدة والطوايع عند مخزن الأنابيب كانت بكامل. الأول كانت زي كده بثمانين ألف القراط وبسبعين ألف، النهاردة وصل مليون. اللي عاوز يلحق يشتري عند وحدة القرية يلحق اليومين دول. أخوكم هشام، السلام عليكم.